أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف 11. هذا هو الأسبوع 17. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع. كونوا معي. كما تلاحظون، فعنوان درسنا هو غزوة تبوك أو يوم تبوك في السنة 9 للهجرة. يتوقع منك عزيزي الطالب أن توضح سبب اليوم تبوك، تصف أحداث يوم تبوك، تستنتج العبرة والدروس من أحداث يوم تبوك. وستكون محتويات درسنا يوم تبوك سببه من أحداثه أيضا تجهيز الجيش، خروج الجيش، تآمر المنافقين، اعتذار من تخلف عن الغزوة. سبب يوم تبوك: في السنة 9 للهجرة وصلت أنباء للمسلمين عن حشود عظيمة للروم وحلفائهم في شمال الجزيرة العربية تريد قتال المسلمين والقضاء عليهم، فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج لمواجهة الروم وحلفائهم ورد اعتدائهم قبل وصولهم إلى المدينة، فخرج إلى لقائهم في تبوك، وكانت آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحداث يوم تبوك: تجهيز الجيش. أخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الناس عن وجهته على غير عادته في الغزوات السابقة، وذلك لطول المسافة وقوة العدو، حتى يتهيأ الناس ويستعدوا للنفير. وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم الناس على الإسهام في تجهيز الجيش الذي بلغ عدده 30,000، وقال: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فتسابق الناس في تجهيز الجيش وتقديم الأموال، وكان من أكثر المنفقين الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه. خروج الجيش: توجه الجيش بقيادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، ولم يتخلف من الصحابة الكرام أحد بغير عذر إلا ثلاث، وهم كعب بن مالك، مرارة بن الربيع، وهلال بن أمية. بينما تخلف المنافقون عن الخروج، وقد عانى المسلمون في مسيرهم إلى تبوك معاناة شديدة، فقد كان الرجلان والثلاثة يتعاقبون على البعير الواحد، وأصابهم العطش الشديد. ولما سمع حلفاء الروم بحشد المسلمين، ألقى الله تعالى الرعب في قلوبهم فانسحبوا، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك قرابة 20 يوماً، عقد فيها معاهدات صلح مع أمراء دومة الجندل، وهي منطقة في شمال المملكة العربية السعودية وأيلة العقبة حالياً وأذره والجرباء في معان. ثم عاد المسلمون إلى المدينة من غير قتال، وفي ذلك قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. تآمر المنافقين: لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يستعدوا للخروج إلى تبوك، أخذ المنافقون يروجون الشائعات ويثبطون المسلمين عن الخروج للقتال ويخوفونهم من الروم. ولما سار الجيش إلى تبوك، استغل المنافقون خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فقاموا ببناء مسجد قصدوا منه إحداث الفتنة والفساد في المجتمع المدينة المنورة ليجتمعوا فيه ويحققوا تآمرهم، وسمي مسجد ضرار. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، طلبوا منه أن يصلي فيه، فنهاه الله تعالى عن ذلك وأمره بهدمه وإزالته. اعتذار من تخلف عن الغزوة: عندما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من تبوك، جاء المنافقون فاعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأعذار كاذبة، فقبل ظاهر اعتذارهم وعفى عنهم، إلى أن الله لامه على ذلك لأنهم كانوا كاذبين في أعذارهم ومتآمرين على المسلمين. وجاء الصحابة الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وكانوا صادقين، فلم يقدموا أعذارا كاذبة لعدم الخروج في غزوة تبوك، بل اعترفوا بذنبهم وتقصيرهم. فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم باعتزال الناس إلى أن يحكم الله فيهم ولصدق توبتهم. أنزل الله تعالى في القرآن الكريم آية في ذلك. أكان ليوم تبوك نتائج مهمة: ظهور المسلمين باعتبارهم قوة كبيرة قادرة على رد العدوان، مبادرة بعض القبائل العربية إلى إعلان إسلامها، كشف المنافقين وفتح خططهم، أيضا توقيع معاهدات صلح مع الأمراء والقبائل. بعد ذلك سننتقل إلى أسئلة الدرس، وهي كما تظهر أمامكم منها التعليل والذكر وتدبر الآيات ونضع إشارة صح أو خطأ. إلى هنا عزيزي الطالب، أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.